شكراً على القهوة يا مرجاني. صحة وهنا. أنا ما بشرب. تفضل بابا. يسلموا بنتي. مرجاني لوين رايحة؟ ما تكوني فايتة لجوا بنتي، نحن جايين اليوم لحتى نشوفك. شبكي شو ما بينقعد معنا يعني؟ كيفك؟ إن شاء الله منيحة، طمنيني عنك. الحمد لله. الله يديم الصحة عليكي. بس والله مو حلوة هيك، يعني حضرتك عزمتنا على العشاء وصار دورنا هلأ. جميل بيك، بالنسبة للعشاء تعشينا وصار لازم نشرب قهوة مع بعضنا. لهلأ ما تشرفنا بمعرفة بنتك هازان، ليش ما اجت معكن؟ هي بتضل مع ستها عطول، ستة كبيرة بالعمر ومتعلقة ببيتها اللي بالجبل وما عم ترضى تتركه، ويعني هازان بيضل بالها مشغول على ستة ولهيك ما بتتركها بنوب. صح كلامي نينوفر؟ ايه بتضل مع ستة. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.